هو يرى وفريقه يرى بأن 100 مليون دولار من حقهم أن لا يدفعوها لغزة، إذا أرادت حماس أن تحكم فلتصرف، هكذا شعارهم، اللي بيحكم لازم يصرف. بداية فلنكسر هذه الجرة ولا نعود نلحمها مرة أخرى، هذه كذب بالأرقام، هذا الكلام كذب بالأرقام. كل الاقتصاديين المناصرين لحماس وغير المناصرين لحماس، مؤسسات الاقتصاد والشفافية العالمية تقول أن قطاع غزة يدخل على جيب السلطة أكثر مما تصرف عليه، فقطاع غزة بقرة حلوب للسلطة الفلسطينية أو لسلطة محمود عباس، هذا أولا. ثانيا، هل يصرف محمود عباس من جيب اللي خلفوه على قطاع غزة حتى يهدد بصرف أو عدم صرف؟ هل هي بيت الوالد وورثة الوالد يوزعها على من يشاء؟ لماذا يعطي رواتب لمن يشاء ويقطع رواتب عن من يشاء؟ لماذا يصرف متى يشاء ويأخذ مما يشاء؟ ما هذا المنطق الذي يقول أن رئيس سلطة يدعي أنه رئيس سلطة فلسطينية يلغي رواتب ومستحقات وزارة الصحة والتعليم في جزء من الوطن الذي يدعي أنه يمثله، ثم يخرج إلى المؤسسات الدولية ليتباكى ويلم الأموال والتبرعات باسم هذا الشعب؟ ما جمعه محمود عباس من تبرعات لقطاع غزة عشرات أضعاف ما صرفه على قطاع غزة، هذا أولا. ثانيا، دخل قطاع غزة من الواردات والصادرات ومن التجارة والضرائب الداخلية أكبر مما يصرف محمود عباس، إذا محمود عباس يدخل من قطاع غزة أكثر مما يصرف عليه. القضية الثالثة، هذه حقيقة؟ طبعا هذه أرقام لا أقولها أنا، اذهب إلى دراسات مؤسسات الشفافية العالمية، مؤسسة الشفافية الفلسطينية، خبراء اقتصاديين فلسطينيين كلهم وليسوا